يشرفني أن أدعو الشاعر الأستاذ علي غريب إلى منصة الحفل، يتحفنا بما جادت به قريحته، فليتفضل هنا تسبقه صلواتكم المحمدية. وورد عن هذه الليلة أنها من أفضل الليالي بعد ليلة القدر، فنقول فيها: ليلة ومن فضلها الباري يبغينا، ليلة ومن فضلها الباري يبغينا، نحييها مثل ما يرضى مهدينا. ليلة ولا الدعاء مفتح الأبواب، واجب نستغلها برفع يادينا. ليلة وكلها خير بمولد الموعود، ونجدد عهد ونصافح يمينا. ليلة وللذكر مملية بالأعمال، مطلوب الفرح بس لا يلهينا. ليلة والسما مزدحمة بالأملاك، تكتب شو اللي قدمنا بمساعينا. ليلة للصلاة على النبي والآل، اللهم صل على محمد وآل محمد. ليلة للصلاة على النبي والآل، وكل ما احنا صلينا احتجازينا. ليلة مولد المهدي، وش بنهديه؟ حق من جودة تالي هو يهدينا. ليلة والله خصصها إلى الإحياء، مو نحييها احنا هي تحيينا، مو نحييها احنا هي تحيينا. لحظة لا أظن مرت على موالي لم يتخيلها، لحظة مستقبلية ننتظرها جميعا، وهي لحظة الظهور. أحببت أن أوجزها في قصيدة من الخيال، أو ليست خيال، هي واقع مستقبلي إن شاء الله نحضره ونشهده. لي وقفة عند المقام أرومها، عند اللقاء فمتى يحين قدومها؟ لي وقفة عند المقام أرومها، عند اللقاء فمتى يحين قدومها؟ يوم به كل البسيطة شأنها، في دولة جاء الذي سيقيمها. وبكعبة البيت العتيق تأهباً وقفت حشود لا يفل نظيمها، وقفت تمد أكفها في بيعة طال التصبر كي يجيء قسيمها. والكعبة ازدهرت بطلعته، وأزهر ركنها طرباً وماج حطيمها. حقاً أرى حلماً يكحل مقلتي، لتشع في عيني سماي نجومها. وقف الإمام على المنصة خاطباً، وقف الإمام على المنصة خاطباً، كي تسمع الدنيا فذا معصومها. وله تجمهر كل شيء منصتاً، فالكائنات الطور وهو كليمها. وعلى الهتاف من الحجيج ملبياً لبيك يا مهدي أنت زعيمها. وله تجمهر كل شيء منصتاً، فالكائنات الطور وهو كليمها. وعلى الهتاف من الحجيج ملبياً لبيك يا مهدي أنت زعيمها. وغدت كإسماعيل مذل الذبح قد لبى، فلبت فهو إبراهيمها. وجب الجهاد فبين كفي صاحب الأمر الحوادث قد بدا مكتومها. وقوافل وقوافل زحفت تجر قوافلا، عهدا لنصرته تشد عزومها. وبدت صلاة والإمام إمامها، عيسى ابن مريم خلفه مأمومها. وبدت صلاة والإمام إمامها، عيسى ابن مريم خلفه مأمومها. ووقفت مؤتما برص صفوفها، بجماعة ابن النبي يقيمها.
هل لي خشوع فاق ذا بتهجد ملك المشاعر فاستحال سديمها. الله أكبر كبر المهدي يا دنيا اسمعي تكبيرة سيديمها. الله أكبر كبر المهدي يا دنيا اسمعي تكبيرة سيديمها وبها سيكسر كل جبار طغى في الأرض كي يربو بذاك أديمها. وتقوم ثورته التي من كربلا بدأت وثار على المدى مظلومها. ويدك سفياني هذا العصر في جرف ويبدو للطغاة جحيمها. ظهر الإمام محمد المهدي يا أرضا تساوت في سناه تخومها. يا ناكريه يا ناكريه أما لكم من توبة أو هل تتوب عن الشموس غيومها. فالجهل إما بالبسيط يكون أو بمركب فيه العقول نسومها. فاختر أيا ذا اللب ماذا تبتغي كم من طريق قد يضل عليمها. فاقرأ ودون واستمع لثوابت ما منه روحك للسبيل تقيمها. ولطلعة ابن العسكري تعدها كي لا تراها ضيعت فتلومها. واشدد على تقواك روحا دفئها أنس بذكر الله فهو رحيمها. ومودة الأطهار أقمار الدجى آل النبي لكي تزاح همومها. فلنعل في هذا المساء عليهم صلواتنا ذكرا وفاز مديمها. الله عن الصقر بن أبي دلف أنه حين سأل الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام عن الإمام المنتظر لما سمي المنتظر، فقال لأن له غيبة يكثر أيامها ويطول أمدها، فينتظر خروجه المخلصون وينكره المرتابون ويستهزئ بذكره الجاحدون ويكذب فيها الوقاتون ويهلك فيها المستعجلون وينجو فيها المسلمون. انتظار الفرج مو حالة وتروح، انتظار الفرج مو حالة وتروح، ولاهي لحظة شوق مر بيها الوهج. انتظار الفرج يعني بكل صباح تصحى متوقع في هاليوم الفرج. انتظار الفرج مو حالة وتروح، ولاهي لحظة شوق مر بيها الوهج. انتظار الفرج يعني بكل صباح تصحى متوقع في هاليوم الفرج. بكل نفس تشعر إمامك هو معاك وبنبض قلبك تحس صوت امتزج. لا تخلي غيبته عنك تحول بينك وبينه وتضيعك النهج. الرواية تقول إذا تبغي النجاة سلم أمرك، ماكو عيشة بلا حجج. الرواية تقول إذا تبغي النجاة سلم أمرك، ماكو عيشة بلا حجج. واللي يستعجل ظهوره بلا يقين هالك بهالغيبة لن خطا عوج. واللي يوقت لحظته بتاريخ يوم لا تصدقه، هذا من أهل الهرج. وأكو حولك هم ترى مستهزئين ينكرونه لا يخلوك بحرج. ناس شكت وناس مرتابة وتقول ليش ويكل هالظلم هو ما خرج. احذر من الفتنة، فتنة هالزمان هل منها كل فكر ساقط نتج. ترى هالغيبة طويلة علي يعيش ابتعاده عن إمامه بالحجج. لو تحسه يمك وحولك هواه وعطفه لطفه مع الروح النسج، ما بتشعر إنه غايب أو غريب.
وبتحسه ويك الفجر انبلج، دولة تتجهز إله يوم على يوم، والثمر ما يحلى إلا لو نضج. دولة تتجهز إله يوم على يوم، والثمر ما يحلى إلا لو نضج. وانتظاره حلو لن ندري الحصاد، يبرد بطعمه على كل المهج. ترى ما تدري في أي لحظة تكون، ترى ما تدري في أي لحظة تكون، ترى ما تدري في أي لحظة تكون، إلا صوتي نادي المهدي خرج. نختم مع موال قصير على شكل العبودية. موعد له قضينا زمان بس نترجى، موعد له لأن عدل البشر بالدنيا مو عدله، ورغم هذا نجافي يومه مو عدله. علينا الواجب نذكره في كل الأوراد، ونقدم له العمر تحت الطلب لو راد، لأنها ردته تحيي الدهر لو راد. وكل لحظة جفا وياه هي كسرة، جواعة ومن رغيفة نبغي له كسرة. يا أقدس منتظر بالفتح وال كسرة، ليومك ننتظر لو تنتظر لنصار، وتترقب وعد من شيعتك لنصار. وكتها موعدك مثل الهوى لنصار، يعجله ربك لنا بلحظة وب وهلة، وزمانك تعرفه من شيعته وهلة، وتقول الدنيا لك يا مرحبا وهلة. انتظاري للوعد مو حسبة مو عدلة، انتظاري للوعد مو حسبة مو عدلة. وصلوا على محمد وآل محمد.